افتتح سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم أعمال الملتقى الدبلوماسي 2024 ميلادية، وذلك تزامنا مع فعاليات اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمملكة البحرين في الخارج وكبار المسؤولين بالوزارة وعدد من رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالوزارة. وقد رحب سعادة وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها بأصحاب المعالي والسعادة الحضور، معربا عن اعتزازه وتقديره بتخصيص حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه 14 من يناير من كل عام للاحتفاء بمنجزات الدبلوماسية البحرينية وأسهاماتها البارزة وعطاء كوادرها، مهنئا إياهم بهذا اليوم المبارك. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن بالغ التقدير والامتنان للدعم الذي يليه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة الخارجية وجهود منتسبيها. وأشاد سعادة وزير الخارجية بالجهود المخلصة والدؤوبة التي يطلع بها كافة رؤساء البعثات في الخارج والمسؤولين ومنتسبي الوزارة في خدمة الوطن وتحمل مسؤوليته في الأوقات الصعبة والتعامل مع مختلف التحديات بأفضل الصور الممكنة والتواصل المفتوح بين أصحاب المعالي والسعادة السفراء والمواطنين في الخارج والاهتمام برفعة مكانة مملكة البحرين في جميع المجالات السياسية والقنصلية والتنموية. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن وزارة الخارجية تضع نصب أعينها هذا العام هدفا هاما يتمثل في التحضير لاستضافة مملكة البحرين للقمة العربية، بالإضافة إلى ترشح مملكة البحرين لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن للفترة من 2026-2027، وما يتطلبه ذلك من تدريب للدبلوماسيين والتأكيد من جاهزيتهم لهذا الحدث المهم. وأكد سعادة وزير الخارجية أن هذا الملتقى يشكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة أفضل الممارسات القنصلية والإدارية والأمنية، كما يشكل منصة لعمل مراجعة شاملة للإنجازات والتحديات والاستراتيجيات التي تتبناها الوزارة والأخذ بجميع الآراء التي تسهم في تحسين وتطوير عمل الوزارة. كما أشاد سعادة وزير الخارجية بالمبادرات المتميزة التي تحققت خلال العام الماضي من بعثات مملكة البحرين في الخارج ومختلف القطاعات والإدارات بالوزارة، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال. هذا اليوم طبعا تشريف من سيدي صاحب الجلالة وتكريم للدبلوماسيين البحرينيين، وكما نعلم أن الدبلوماسية البحرينية كانت مؤثرة في السنوات الأخيرة وخاصة التحديات التي تمر فيها دول العالم، وأصبحت مملكة البحرين من الدول المؤثرة في الاستتباب العالمي وفي التنمية وأيضا في دعم العلاقات الثنائية بين المملكة ومختلف دول العالم. هذا الملتقى ملتقى مهم جدا للدبلوماسية البحرينية والرقي بها إلى مستويات متقدمة تتفق مع طموحات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وأيضا تتفق مع تطوير العمل الدبلوماسي وتكيفه مع المتغيرات العالمية الموجودة الآن في العالم. حققت الدبلوماسية البحرينية الكثير من المنجزات في مجال على المستوى السياسي والاقتصادي وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وفيما يتعلق ب يعني كثير من الأمور التي حظت بإشادة دولية وإقليمية. هذا الملتقى اللي احنا تعودنا عليه كل سنة لتبادل الأفكار وما وصلت إليه الدبلوماسية البحرينية من جهود إقليمية ودولية، والحمد لله والبحرين معروفة فيها بالنسبة للعدل والنظر إلى الأمور بعين المساواة والسلم والأمن والتسامح والتعايش السلمي، فهذا شيء جدا مهم أن احنا ننقل هذه الرسالة الكريمة من
من البحرين إلى العالم. طبعا دبلوماسية البحرين تمكنت خلال أكثر من 50 سنة في إبراز دورها كدولة مهمة تحافظ على سيادتها، في نفس الوقت تحاول تقرب الدول في وجود نوع من الأمن والسلام. اليوم الدبلوماسي لكل دبلوماسي أن يفتخر اليوم بما وصلت إليه سياسة مملكة البحرين الخارجية وتفاعلها مع المجتمع الدولي وأيضا الإقليمي والعربي، بصمات السياسة الخارجية البحرينية موجودة اليوم في أكثر من ملف دولي، وهذا الشيء نفخر به كثيرا.